الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجدوه، الباسط بالجود يدوه، الذي لا تنقصه خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا والأمراض متفاوتة، أمراض بشكل متفاوت، يعني الصدق
تفكر مثلا في حد ذاته من شخص لشخص تشوف في تفاوت. احيانا بعض مرضى السكر هو مرتب اموره، مرتب حياته، مثلا مداوم على مثلا على رياضه، مداوم على غذاء معين، مداوم على اخذ الدواء، وبالتالي ممكن لهذا المريض مع وجود المرض ممكن له ان يواصل صيامه. هذه الحالات موجوده. ربما نفس نسبة المرض عند إنسان ثاني يقول لك ما أتفكر أصوم. نفس المرض عند إنسان ثاني، ليش؟ لأنه هو مرتب أوقات، مرتب غذاءه، مرتب كذا، وبالتالي تخرب في الأكل وكذا، وبالتالي ما يقدر أصوم. يقول الصيام يؤدي إلى ربما هبوط في السكر أو ارتفاع في السكر، وهذا يمنعه من الصيام. زين. فقضية السكر في بداية الشهر يكون الواحد راجع الطبيب، إذا قال له الطبيب أنت تتمكن من الصيام أصوم، إذا قال له الطبيب أنت ما تتمكن من الصيام خلاص هذا ما يصوم، وإنما يخرج الفدية. إذا كان يتمكن من يصوم مثلا بعد شهر رمضان كان بها يقضي، أما إذا كان حتى بعد شهر رمضان باعتبار أن المرض لازم حتى ما بعد شهر رمضان، وهذا النوع يكتفي بإخراج الفدية. طريقة الفدية هي مد من الطعام، يعني كيلو إلى ربع يطلعها من العيش أو من الحطة، يطلع القيمة، قيمة كيلو إلى ربع من الرز أو من الحطة لو حب الهريس، مو كيلو، كيلو إلى ربع. يبدل عن كل يوم مثلا 30 يوم، اطلع مع قيمته كيلو الأرض عن كل يوم في شهر رمضان المبارك. بالنسبة إلى تشخيص المرض، تشخيص المرض هذا بيد الطبيب. أحيانا يكون الطبيب ويقول أنا ما في شيء، أقول أنا أقدر أصوم، لكن لما يقول لك الطبيب لازم تفطر، لابد أن تفطر، لأنه هو يعلم مصلحة أو عنده تشخيص معين يمكن أنت ما تعرفه، بالذات الأمراض اللي تكون خفية مو ظاهرة مثل أمراض القلب وبعض الأمراض ضعفاء جسم الإنسان، وبالتالي لعلهم لا سمح الله هذه الأمراض يكونوا يستشيرون الأطباء في إمكانية الصوم أو عدم إمكانية الصوم. أحيانا يصاب الإنسان ببعض الأمراض بس ما راح للدكتور. مثلا على سبيل المثال واحد عنده مغص شديد في بطنه، هو يعرف من نفسه انه ما يتمكن من الصيام، فبعد هذا مو بحاجة انه يروح الى طبيب، لا، هو على نفسه يشوف اذا يتمكن من الصيام او لا. اذا هو منه من نفسه يقول انا ما اتمكن من الصيام، وبالتالي هذه النوعية او هذه الفئة من الناس إذا هو شخص حالته أو صارت صحومة شديدة مثلا أو صار تقيؤ متزمم ماكل شيء أكل متزمم أو كذا أو مغص شديد أو آلام شديدة بحيث لم يتمكن مع وجود هذه الآلام من الصيام، وبالتالي هذا يفطر حتى بدون ما يرجع إلى الطبيب. زين، هناك بعض الأمور المرتبطة أيضا المرض والصيام نذكر من ضمنها، وهي قضية هل الإبرة مفطرة؟ يعني البعض يقولون أبر مثلا وهو صائم في نهار شهر رمضان. يقول الفقهاء الإبر لا تكون من المفطرات، زرق الإبر طول رمضان مثلا أو شيء أو متعود أنه ياخذ أبر معينة لمرض معين أو أبر السكري، هذه كلها ما تفطر. كذلك أخذ الدم، أخذ عينات من الدم للتحليل، هذه بعد ما تفطر. زين، إنما كلام عندهم بالنسبة إلى المغذي، المغذي أو السيلاف حسب اصطلاحنا، هذا المغذي إذا كان يعني يشعر الإنسان فيه بأنه يروي أو يشبع من الجوع،
زين اكثر الفقهاء طبعا يقولوا هذا السيران الله يحفظهم، سيد السيستاني وبقيه المراجع، زين الفوري الخميني، نعم السيد الامام الخميني الشيخ محمد امين زين الدين رحمه الله عليهما يحتاطون بالنسبه الى مقلديهم انهم يقضون هذا اليوم فقط، يعني انهم يقضون بعد نهايه شهر رمضان، هذا فقط عند الشيخ محمد امين زين الدين السيد الامام. بقيه المراجع ماكو اشكال بالنسبه الى الصوم. طبعا هناك بعض المسائل ان شاء الله متواجد بعد نهايه المجلس يستفسر عن شيء الامراض وعلاقتها بالصيام. نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن الشفاء على المؤمنين ببركات الصلاه على محمد وال محمد. بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. رواية زواج الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. طبعا أكثر من مفسر من مفسرين الشيعة مثل السيد هاشم الدولان وبعض المفسرين الروائيين ذكروا أن هذه الآية تأويلها نزلت في علي وفاطمة، أن مرج البحرين يلتقيان، قال الإمام الصادق علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، قال هو رسول الله صلى الله عليه وآله، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. طبعا هذا من باب التأويل. يفتح لنا باب في سيرة الإمام علي عليه السلام حول زواجه من فاطمة الزهراء. بداية الهجرة أول ما هاجر أمير المؤمنين وكانت هجرته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل مباشر. أول ما هاجر النبي طلب من علي بن أبي طالب أن يمكث في المدينة ريثما يقضي دين رسول الله ويرجع معه الأمانات. النبي كان يعني الناس يستودعونه الأمانات، فطلب من علي بن أبي طالب أن يرجع الأمانات إلى أهلها ثم بعد ذلك يلتحق برسول الله صلى الله عليه وآله. وبالفعل بعد أيام قليلة هيئ أمير المؤمنين عليه السلام ضعينة الفواطم، النساء اللي لهم علاقة برسول الله، كانوا منهم مثلا أم أيمن، من ضمن هذه النساء فاطمة بنت رسول الله، فاطمة بنت الحمزة، فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين، وكذا امرأة، ولذلك سميت هذه الضعينة ضعينة الفواطم. خرج بهم أمير المؤمنين من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان بداية تأسيس الرسول صلى الله عليه وآله للحياة المدنية والحياة الدينية في تلك المدينة. بدأ الرسول بناء مسجد قباء والمسجد النبوي، وكانت دور الرسول وبيوت رسول الله بجانب المسجد، بجانب ذلك المسجد. وسكن أمير المؤمنين أول ما سكن في
في دار صغيرة بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. ويذكرون أن هذه الدار كانت لرجل اسمه حارثة. أنا أحب استعرض هذا الاستعراض التاريخي على أساس نقف على يعني جزئيات من حياة مولانا أمير المؤمنين. تقول الرواية: ثم بعد ذلك بدأ بعض الصحابة يخطب فاطمة الزهراء، وكان عمر الزهراء في ذلك الوقت 9 سنوات. فبحسب رواية أن الساري محدث السنة قال: وتقدم لخطبتها أبو بكر وعمر فردهما رسول الله. وهذه جابتها في وين؟ عنونها في عنوان في كتاب السنن باب مكافأة الزوج لزوجته أو الزواج من الكفر والكفر في الزواج، هاي المعاني. فردهما رسول الله واعتذر لهما بأنها صغيرة. وهني الشيء بالشيء يذكر، يعني لو كان سبب الرد من رسول الله أنها صغيرة واحد يقدر يرد، يقول إذا كان هذا هو السبب في الرد فلماذا تزوج رسول الله حسب روايات السنة أن الرسول تزوج من عائشة وكان عمر عائشة 6 سنوات، هو كان عمره فوق 40 بحسب رواياتهم. إذا بنقول أن سبب الرد لرسول الله صغر فاطمة الزهراء، فإن رسول الله تزوج من عائشة وهي صغيرة وهو كبير، وبالتالي مردودة هذه الرواية. بينما الإمام الصادق سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول مولانا الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله ردهم وزوج علي. أولا لسببين، السبب الأول قال: ما أنا زوجتها ولكن الله هو الذي زوج فاطمة. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أمر مهم يقوله الإمام الصادق عليه السلام: لولا علي ما كان لفاطمة كفء من الرجال. مسألة ناظرة إلى ناحية الكفاءة، وهذا فعلا يفتح لنا باب، وهو أنه لابد أن يكون هناك توافق، ما بنقول تكافؤ، يكون توافق بين الزوجين. ولولا وجود التوافق ما يمكن للحياة الزوجية أن تستمر، ما يمكن. اللي يصير عندنا الحالة الطبيعية زين تتم الخطوبة، وفي فترة الخطوبة هي فترة دراسة عموما، المفروض يعني في قضية الزواج أنه قبل العقد ما يحصل مقابلة واحدة، ما فيها شيء آخر بدل المقابلة واحدة بس كلها ساعة. يا أخي شلون تدرس حياة إنسان كامل وهي تدرس حياة هالرجل في ساعة واحدة؟ ما يصير. خلها تشوف أفكاره هو شلون يفكر، هي طريقة تفكيرها شلون. فأحيانا مشاكل الطلاق اللي تصير كلها بهذا السبب، يقول هي والله مو فاهمتي، هي تفكيرها في وادي وانا في وادي ثاني. زين ما عليك، خلى من البدايه يقطع على هاي المشكله، خلى تصير هناك يعني بدل ان يكون ساعه واحده خلى نطول هاي المده، خلى هي تتكلم وياه هو يتكلم وياه. ترى هذا الشيء اجازه الشرع ان تجلس وياه وتجلس وياه ويتحدثون ويتكلمون زين بحضور اهلها زين في مكان معين ضمن الحدود الشرعيه. هذا جانب. لابد ان يكون هناك توافق، يعني مو فقط توافق فكري، توافق امزجه. ترى الناس طبائع مختلفه، احيانا الواحد مزاجه حاد جدا حتى الزوجة ما تتحمل زوجها، دائما صراخ وكذا وماخذ الأمور بشدة،
فالمسألة بحاجة هي من البداية تنظر التوافق ما بين الزوجين، التوافق الفكري، التوافق الاجتماعي، يعني طبيعة مجتمعها مقارنة إلى طبيعة مجتمع، التوافق الفكري والديني. هذا أيضا من ضمن الأمور المهمة. يعني البعض يسأل زواج السني من الشيعي وزواج الشيعة من السنية، طبعا هاي الأمور يذكرونها الفقهاء، بعضهم حرم، بعضهم مو قضية سنة وشيعة، لا، قضية أن هناك خلافات راح تنتج في المستقبل. زين، كبروا الأولاد، يلا الآن هاي الشيعة، الأم إذا هي سنية تريد يصيرون سنة، والأب إذا هو شيعي تريد يسويهم شيعة. زين، وتبدأ عاد صراعات بين الأب والأم. زين، دول المشكلة شلون راح ينشأون؟ شلون راح يكون تفكيرهم؟ أو هناك توافق أو عدم توافق من ناحية الزواج. مثلا تروح تجيب لها واحدة أجنبية وظل سنة سنتين ورد طلق، سبب قال والله مو فاهمة مني أنا، أكيد ما بتفهم طبيعة مجتمع، طبيعة أكلك، طبيعة تقاليدك، طبيعة مجتمعك، يريد تعيش كأنما في مجتمعها. زين، ما عندهم تقيد بالدين، ما عندهم التزام بالدين، كذا، تريد تنقل الى البحرين، ما يصير. كل مكان مثل ما يقولون له سيستم معين، نظام معين، وهكذا. هذا التوافق شيء مهم، لذلك اشارت هاي الروايه لولا عميم ما كان لفاضل كفء من الرجال. ما احد يكون موافق الى فاطمه من الناحيه الفكرية، من الناحية المقامية. لذلك هذه الرواية واقعا تختزل جانب كبير جدا من مقام الزهراء ومقام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما. عند ذلك ذكرت فاطمة عند علي، وبالفعل جاء أمير المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يريد خطبة الزهراء، ولكن كان خجلا وقد طهط راسه الى الارض حياء من رسول الله صلى الله عليه واله. فعلم رسول الله بالامر، قال ألديك ما تمهرها يا علي؟ امر شيء المهر؟ قال انا عندي الناقه وعندي السيف وعندي الدرع. الامام علي كان عنده درع يسمونه الدرع الحطمية، أي الدرع الحطمية كان يعني درع ثقيلة مصنوعة من الحديد وكانت معروفة. فقال أما سيفك وناقتك الناضح فلا غنى لك عنهما، وأما درعك فإنك استطاعتك أن تستغني عنها، بعها وائتني بثمنها. باعها أمير المؤمنين، الرواية تقول 480 درهم، رواية تقول 500 درهم، وجاء بهذه الأموال وصبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الرواية يرويها السنة والشيعة. خلينا نلتفت إلى النقطة. فصب الدراهم بين يدي رسول الله، حزاها تقول الرواية، فنادى رسول الله على أبي ذر، على عمار سلمان، وكان هناك أبو بكر وكذا، وقال لهم خذوا جهازا إلى فاطمة، ابتاعوا جهازا إلى فاطمة، يعني جهاز الدار والبيت وكذا من قيمة المهر. هذه الطريقة اللي كانت مترعة عندهم. فطبعا هاي الأمور الآن صارت أيضا هاي الأمور تكون على الزوج، ولكن من خارج قيمة المهار. عموما فاشتروا جهاز الزهراء من هذه الاموال. هني يدخل لك بعض يعني اللي عندهم تشكيك وعندهم حاله من محاوله اظهار فضائل لابي بكر وعمر، ومحاوله منهم قالوا لا، ان ابو بكر هو اللي تبرع
بالجهاز إلى فاطمة. وشفت واحد من دول الوهابية في بعض القنوات جاي عدد فضائل عمر وأبو بكر، من ضمن فضائلهم أنهم اشتروا جهاز الفاطمة. هذا غير صحيح، يعني ما له داعي تفهم لهم فضائل وهمية. هم كثير يعني من الرواد حاولوا أن يبينوا أنهم من تجار قريش. حتى المسلسل اللي سووه عن عمر ثلاثة عام بينوا أن أبو بكر العام الماضي السنة وأنا ما خمدهم لا سووا لا عن عمر ولا عن شيء. قال عن أبو بكر أنه من كبار قريش، شخصية من شخصيات قريش. وعمر قال عمر يعني عنده وجاهة، هذا مو صحيح. هذول ما عندهم وجاهة أصلا ولا عندهم مكانة. قريش معروفة، خلينا نقول أبو سفيان كذا، هذول كبار تجار قريش المعروفين بالأموال. بس أبو بكر سووا أنه كان يتصدق، أنه أطلق بلال، أنه تبرع بالمهابة فاطمة. ما يصير، هذا كله وهم. واللي يحب يراجع إلى كتاب الصحيح من سيرة النبي المصطفى بين أن هذه الروايات التي تنقل في هذا المقام كلها باطلة. فاشتري المهر، اشتري الجهاز إلى فاطمة. الجهاز عبارة عن فرش البيت من ليف النخل، ووسادة ملكها ليف نخل، وكبش إيهاب كبش، قطعة من جلد الكبش متصلة كانت تتخذ كفراش في ذلك الوقت، وبعض الأواني المنزلية، وقعب الإناء الذي يشرب فيه اللبن. كان جهاز متواضع جدا جدا متواضع بحسب الإمكانيات المتوفرة في ذلك الوقت. وأيضا طلب الرسول هل لديك دار؟ قال ليس لي دار. قال ابحث لك عن دار. هناك واحد اسمه حارثة قال أعطيته الدار التي كانت لي وهي كانت بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله. وهذه بحسب الموقع اليوم هي الدار التي دفنت فيها فاطمه على فرض انها دفنت في دارها. هذه الدار من تقع الان؟ رزقنا الله واياكم زياره رسول الله صلى الله عليه واله. موقعها الان اول ما تدخل الباب الرئيسي إلى مسجد رسول الله في قبالك القبر، أول ما تدخل على يد اليمين هنا موضع دار فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. اللهم ارزقنا زيارته إن شاء الله. فجعلت تلك الدار المتواضعة وهيئت وفرشت بالرمل والتراب. تقول الرواية ثم بعد ذلك بقيت المسألة شهر أو شهرين، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن تزف فاطمة إلى علي عليه السلام. هذا الزفاف أولا زفت في السماء قبل أن تزف في الأرض. عندنا روايات أن الله أمر شجرة طوبى في تلك الليلة أن تنثر نثارها على بيت علي وفاطمة سلام الله عليهما. فأخذت الملائكة تلتقط ذلك الدر، وذلك يستحب أن اتخذتم الدر. هذا الدر الموجود في أرض السلام في النجف الأشرف. عندنا عقيدة أن هذا الحجر كان من نثار فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ويذكر العلامة المجلسي رحمة الله عليه في كتاب بحار الألوان أنهم وجدوا درة مكتوب عليها أنا در من السماء نثروني يوم تزويج والد الثقلين صرت أصفى من اللجين بياضا صببتني دماء نحل حسين. صلى الله عليه وسلم على محمد وآله. وباركت ملائكة السماء
ذلك الزواج. وخرج رسول الله جعل الزهراء تلك الليلة على بغلة، وأخذ يقود هذه البغلة متوجه إلى دار علي بن أبي طالب عليه السلام. وكانت نساء النبي من خلف رسول الله، وكانت أم سلمة تردد هذه الأهازيج، كانت تقول فاطمة خير نساء البشر، ومن لها وجه كوجه القمر، زوجني الله فتى يافعا أعني عليا خير من في الحضر. الكل الروايات. ثم بعد ذلك التفت رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا به يستمع إلى جلبة في السماء، يستمع إلى أصوات. ما بك يا رسول الله؟ قال هذه ملائكة السماء نزلت إلى زفاف ابنتي فاطمة، فهذا جبرائيل وهذا ميكائيل في قبيل من الملائكة وأنهم يكبرون. فكبر جبرائيل وكبر ميكائيل وكبر رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك من ضمن المستحبات أن يكبر أثناء الزفاف، إذا رأت الزفاف فبحرك الليل يكبرون إن شاء الله. الله يجعل إن شاء الله أيام كلها أفراح، ويكون إن شاء الله انتصارات بحق محمد وآل محمد. وأولم رسول الله في تلك الليلة، كانت الوليمة جدا متواضعة، أنه أمر بذبح، أمر بلال أن يذبح كبش، واستند الفقهاء إلى استحباب الوليمة. يعني إذا أكو زواج تكون هناك استحباب بقدر الاستطاعة، يعني بقدر الاستطاعة يستحب أن تكون هناك وليمة وأكل وطعام أثناء الزواج أو الزفاف. تقول الروايات وأولم وأمر بلال أن يذبح كبشا وجيء بذلك الكبش، فأكل منه الصحابة ومنهم في المسجد وأهل البيت كلهم أكلوا من تلك الوليمة، وجعله الله سبحانه وتعالى طعاما مباركا. أما البيت الذي زفت إليه فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين، يصفه لنا الإمام الخميني رحمة الله عليه، يقول كان بيتا متواضعا جدرانه من الحجارة والطين، سقفه من جذوع النخل، أهل المدينة أهل زرع وأهل نخل، لذلك بيوتهم تبنى بهذه الطريقة. سقفه من جذوع النخل والسعف، أما لو كشف لنا عن أبصارنا لرأينا بيتا آخر، لرأينا بيتا حيطانه جنان الله جل وعلا، وسقفه عرش الله الأعلى، تنزله ملائكة السماء، تهبط إليه الملائكة وتصعد منه الملائكة، وهذا هو بيت فاطمة. نشوف بيت بالقرآن، امتدح بيت كما امتدح بيت الزهراء، ما يوجد، امتدح مرتين وبل وأكثر من ذلك فيما لو رجعنا إلى تأويل القرآن في قوله تعالى إنما نريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وفي قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الإمام الصادق يقول ما تقول في أن الله عز وجل يقول أن الله أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ أتظن أن الله أمرك أن ترفع حيطانها وجدرانها؟ لا، وإنما أراد الله أن يعني شأن أهل ذاك البيت، الله يعني شأنهم في بيوت أذن الله أن ترفع. يعني إذا الله أعلى شأن علي بن أبي طالب، والله لو اجتمعت الدنيا كلها لتنزل من شأن علي ما تستطيع، ولو تجتمع الدنيا كلها
كلها الحساس تنزل من شأن الحسين وتنزل من شأن الحسين ما استطاعت. وهذا ما رأيناه في زماننا، إنهم حاولوا ينزلون من شأنهم، ولكن الله شوف هالأيام هذه كل ما يستمر الزمان الله يعلي شأن آل محمد. تشوف ذاك مستبصر هذا داخل المذهب، وهناك يعني من الزوار تذهب إلى زيارة قبر أبي عبد الله، وهذا كله بيان واضح لقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، هذا كله رفع إلى بيوت محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. أما في تلك الليلة التي زفت فيها فاطمة في صبيحتها جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله زائرا، كيف وجدتها؟ قال هي نعمة الزوجة. كيف وجدت زوجك؟ قالت نعم الزوج المضيع أو المعين على عبادة الله جل وعلا. هذا قول الزهراء سلام الله عليها. تقول الروايات التفت رسول الله وحكم لعلي ما هو خارج الدار وما لفاطمة ما هو داخل الدار. يعني الزهراء تقوم بالكنس وبعمل البيت والطحن والرحى وتربية الأولاد، هذا شأن حكم به رسول الله لفاطمة، يعني توزيع المهام. أما علي بن أبي طالب فإن الله سبحانه وتعالى قد أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره أن يعمل ما هو خارج ذلك البيت، وفعلا يعني كان هذا البيت بيت مبارك، والله سبحانه وتعالى طهر أهله وجعل ذلك البيت مباركا. وهي المسألة مو الإنسان دائما يطلب الزيادة، مو قضية زيادة دائما، لا، قضية البركة، أن يكون بيت مبارك، أن يكون المال مبارك، أن تكون الزوجة مباركة. اللهم بارك لنا في حياتنا وفي أعمالنا وفي أزواجنا وفي بيوتنا وذرياتنا. نسأل الله بحق هذا الشهر المبارك أن تعم البركات على شيعة أمير المؤمنين إن شاء الله. أما بيت مولاتنا فاطمة الزهراء فما انطفأ نوره إلا بموت فاطمة سلام الله عليها. شلون كان هذا البيت مليء بالبهجة، مليء بالملائكة، لكن بموت الزهراء سلام الله عليها هذا البيت أصبح مظلم. حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه في تلك الليلة أو في ذلك اليوم الذي توفيت فيه فاطمة جاء الخبر إلى علي بن أبي طالب، وكان أمير المؤمنين في المسجد، وجاء الحسنان إلى أمير المؤمنين وهما يبكيان، كل من رآهما قال أوهل تذكرتما جدكما؟ قال لا، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. لما سمع أمير المؤمنين بهذا الخبر رشي على علي بن أبي طالب، رشوا عليه ما أفاق من رشوته، هذا وهو يقول أراعينا الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على
المباركة المباركة